هو بالظبط، هو النهارده زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا بنستهدف السوق المحلي. ما هو انت حضرتك لما تتوسع في السوق المحلي بترشد الواردات، يعني انت بتحل محل سلعه هتيجي مستورده انا ببيعها محلي. بس حلو. ايه المعيار؟ هو التنافسيه سعرا وجوده. طبعا النهارده مصر بتنتج كويس جدا ومنتجاتها رائعه، وانا سافرت اكتر من 49 دوله وشايف ده على الطبيعه. المشكله اللي احنا بنعالجها السعر، ده اللي بينقصك سنه. وده النهارده بالفكر القياده السياسيه اللي بتعمله ده بتخفض التكلفه عشان تقدر تعمل لك سعر تنافسي. حلو. وده برضو في الرويكي مدينه الجلود في الاساس في دمياط، فده فكر الدوله بتتجه ليه خلال ال7 سنوات الماضيه دي على اساس تعظم القيمه المضافه وتعمل تعميق تصنيع محلي وتعمل قيمه مضافه على خاماتك وثرواتك الطبيعيه. انت النهارده حضرتك كنت بتصدر الاول الخامه بتاعتك في صورتها البدائيه، البلوك بتجيبه الرخام تصدره زي ما هو بملاليم. انت النهارده بتعمل عليه قيمه مضافه وبتبيعه بشكل قيمه مضافه باسعار اضعاف اضعاف اللي بيحصل. فاحنا النهارده بنستهدف ان المدن الصناعيه النموذجيه زي مدينة الغذائيه الصناعيه دي بتستهدف التنافسيه وبتستهدف التوسع في الانتاج، وبتعمل نوع من السيطره. السيطره ازاي؟ ان الدوله بتتدخل في الوقت المناسب، يكون في مضاربه، في احتكار، في ممارسات ضاره، في اي حاجه تخش، وده المطلوب. فانا هظبط السعر عن طريق توفير منتج جيد بسعر محترم وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. والرئيس اكد على ده كويس جدا، قال احنا بنتعاون مع القطاع الخاص، والقطاع الخاص ده بيقود التنميه. والرئيس سياسته كمان زي ما حضرتك المصالح المشتركه، هو نجح في افريقيا للمصالح المشتركه، فهو دايما بيسعى للمصالح المشتركه على اساس انه يعمل لكل فرد وشريحه في المجتمع لها دور. فالمدن الصناعيه اللي هي متخصصه حاليا هي بتخاطب الفكر ده والرؤيه دي، وده النتيجه ان احنا هنقدر نعبر الاسواق ونخترق اسواق غير تقليديه، لان احنا بنفكر بأفكار خارج الصندوق زي ما حضرتك شايف. وده فكر وانت حضرتك شفته في تعويم الجنيه، احنا دخلنا ملفات كنا دايما يقول لك مش عارف. تعويم الجنيه ده عمل ثروة هائلة لحضرتك في النقد الأجنبي وفائض يعني عمل لك أشياء حضرتك كثير. تخيل مثلا قبل تعويم الجنيه ده كان الدولار ب 8 جنيه 88 قرش، وفي السوق السوداء ب 18 جنيه. احنا وقتها عملنا على 13.25 وفضل يحصل صعود لحد ما وصل 19 يا فندم. ده كان الراجل المزارع الفلاح بيتاجر في الدولار. والله.